in pediatric pulmonology mechanism and rationale. وتفضل حضرتك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا بشكر دكتوره وسام على الاطراء الجميل ده. احنا طبعا بنتعاون وهي مديره المستشفى وبتعمل دايما لنا سبورت في كل حاجه بتخدم الاطفال حي، والمستشفى بتشهد معاها الحقيقه طفره في كل تطور بيخدم العائله. ما يفوتنيش طبعا اسكت دكتور هشام على دعوتي، طبعا بيدعيني في مدغم ربتنا، طبعا مش محتاجه دكتور محمد خشبه الترعات في الدنيا، برحب بكل الزمان دكتور احمد عامر. طبعا النهارده هتكلم مع حضراتكم على موضوع مهم اللي هو الانهيلد هايبرتونيك سلايد. في جدل كتير، احنا ساعات مثلا واحد يعمل جلسه يقوم واحد يقول له ايه حط ميه مقطره على الجلسه، واحد تاني يقول له طب حط محلول ملح 9 من 10%، وتاني يقول لا طب حط 3%. امتى تحط الحاجات دي وايه الباثوفيسيولوجي؟ ازاي الحاجات دي؟ امتى اقول ادي محلول ملح ولا احط ميه مقطره في الجلسه ولا احط 3%؟ ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي؟ هنطرق النقطه دي. الهايبرتونيك سلاين في البيت في بوينتر بوينتر الهايبرتونيك سلاين عندنا ليه دايجنوستيك اوبشن وليه ثيرابيوتيك اوبشن، يعني هو بنستخدمه كعلاج ونستخدمه كتشخيص، يعني ليه دايجنوستيك اوبشن وثيرابيوتيك اوبشن. هنبدا احنا بالاول بالثيرابيوتيك اوبشن اللي هو مشهور عن الهايبرتونيك سلاين كعلاج. لازم عشان نعرف الثيرابيوتيك اوبشن في الهايبرتونيك سلاين نعرف الباثوفيسيولوجي اوف اير واي سيرفيس ليكويد، الطبقه المبطنه للريسبيراتوري سيستم اللي هي الميكوزا. السيرفيس ليكويد ده بيتكون ازاي؟ بيزيد بايه؟ بيقل بايه؟ عشان من خلال النقطه دي ندخل على اليوز اوف هايبرتونيك سلاين. الميوكس سكريشن از سكريتد فروم ذا سب ميوكس جلاند. الميوكس بيتفرز بالسب ميوكس جلاند وبيتحرك. ميوكس از سكريتد فروم ذا سب ميوكس جلاند اند از بروبيلد باي سيليا اند كاف بروكسيمال، يعني هو الميوكس جاي من هنا بيفرز ويتحرك يتحرك يتحرك لحد ما يجي هنا، يا اما سوالود يا اما اكسبيلد باي كاف. ده النورمال فيسيولوجي كديفنسيف ميكانيزم. الابيليتي اوف ذا اير ويز تو كلير ميوكس از سترونجلي ديبندنت على حاجتين اثنين. عشان انا احرك الميوكس من لور داون ذا ريسبيراتوري تراكت واطرده بره عن طريق الكحه او عن طريق السيلري موفمنت بيعتمد على حاجتين اثنين، الاير واي سيرفيس ليكويد والسيلري موفمنت. يبقى لازم يكون في موجود طبقه هيلسي من الاير سيرفيس ليكويد ويكون في سيليا بتتحرك بشكل طبيعي عشان تطرد الميوكس لير. طب الاير سيرفيس ليكويد اير واي سيرفيس ليكويد بيتكون من طبقتين اثنين، ادي السيليا السيل ده هي واضحه في البوينتر ولا ما يبانش عندكم البوينتر؟ ادي الاير واي سيرفيس ليكويد اهي، دي الابيسيليا سيل وده البري سيلري لاير وده الميوكس لاير. دي الابيسيليا سيل اللي بطل سبات تراك وبروجكت منها سيليا وفينا الميوكس لاير. السيليا دي الهايت بتاعها 7 مايكرون والميوكس لاير 14 مايكرون، يعني قدها مرتين، يعني السيليا اللي بتتحرك عشان تحرك الميوكس شايله فوقها من فوق طبقه توازي طولها مرتين اثنين. طيب البريسيليري لاير ديت اللي هي الطبقه اللي تحت ديت بيسموها سول لاير، يعني طبقه مائيه. ليه؟ هي فائدتها انها تعمل لوبريكيشن للسيليا، السيليا دي بتتحرك حركه ريجولر كده، فهي عشان تقدر تتحرك لازم تتحرك في طبقه تكون مائيه عشان تسهل حركتها. وهي بتشيل فوقها ميوكس لير اللي هو البلغم او البصاق اللي هو فيري فيزيت، فهي هنا بريسيلير السول لاير والميوكس لير السيك لاير ويتش كونتين ذا بكتيريا ويتش كونتين ذا انفكشوس اورجانيزم. فالسيليا بتتحرك، السيليا لو بقت اوت اكستندد على اقصى درجه يا دوبك بتبروجكت هنا نسبه بسيطه جدا، لكن لو السيليا متنيه ما بتوصلش هنا. إذا السيليا نايمة في قلب البريسيلري لاير ولما بتبقى تتحرك كده تبدأ تضرب في الميوكس لاير عشان تحركه بروكسيمالي ناحية السنترال اير واي.
وادي الصورة إلكترون مايكروسكوبينكس كان الستيليا الحقيقة معجزة لما الإنسان يبص في ربنا خلقه معجزة بكل المقاييس. ادي الإبيتيليال سيل وادي ملايين من السيليا بتتحرك حركة منظمة ربنا اللي قدرها. لو حصل أي خلل في الحركة ديت يحصل لنا لإيه؟ السيلياري ديسكينيزيا. السيلياري ديسكينيزيا يحصل لك كرونيك انفكشن اوف ذا اير واي. لكن السيليا هقول لكم بتتحرك حركة ازاي؟ لها حركة مدروسة بحكمة ربنا سبحانه وتعالى. السيليا لها حاجتين اتنين، ادي السيليا ما هي لها افكتيف ستروك ولها ريكفري ستروك. افكتيف السيليا تروح ممتده لفوق طالعه لفوق كده وتروح يا دوبك تاتشنج الميوكاس لاير وتروح زقاها وبعدين تبدا تغطس في البري سيلري ليكويد اللي هو السول لاير عشان تبقى لوبريكيتد وتنزل لتحت. طبعا السيليا لو عملت كده ورجعت في نفس الاتجاه اللي حركته كده هترجعه الناحيه الثانيه، لكن سبحان الله ادي الافكتيف ستروك وتروح غطسانه في البري سيلري ليكويد ورجع لتحت وضربه ضربه ثانيه. الرسمه دي بتبينها، ادي الافكتيف ستروك اهي 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 اهي، ولما ترجع ثاني تروح متنيه لتحت عشان تبدا ستروك جديده وهي الريكفري ستروك. الريتيرنينج سيل طيب ذا كوردينيت موفمنت اوف ذا سيليا اون ذا سيلز برودوس ويف لايك موشن. طبعا مش سيليا واحده، ملايين السيليا بتتحرك بالاخر بتوجد حركه ويب عشان تطرد الميوكس ناحيه السنترال ايروي. طب ايه اللي بيتحكم في حجم البريستيلري ليكويد؟ ذا فوليوم اوف ذا اير سيرفيس ليكويد، الطبقه المبطنه للميكوزا الفوليوم بتاعها ده بيزيد وبيقل حسب ايه؟ رقم واحد انبوت اوف فلويد فروم ذا ابيثيليان اند سب ميوكس جلاند، والنقطه دي هنتطرق لها بالتفصيل بعد كده. في فلويد دايما بتحرك حاجه اسمها الكلورايد شانل والصوديوم شانل، بتخلي الكلورايد والصوديوم يطلعوا بره ويحتفظوا بالميه عشان يعملوا ايه؟ يحطوا فيه يعملوا ليكوفاكشن للسيلف جلوب. تاني حاجه في كميه بريستيلوك بتتكون وفي ميوكس سيل ترانسبورت بيت اللي فوق يرجع يتجدد تاني كل شويه طبقه تتجدد تاني. وتالت حاجه في ايفابوريشن لوس اوف فلويد، اذا سبحان الله في بالانس. ميوكس لاير موجوده بيجي لها من تحت من الابيثيليال سيلز من السب ميوكوزا والجوبلت جلاند بيجي لها فلويد عن طريق الكلورايد شانل بتتحرك تطرد اللي فوق ويرجع تتجدد تاني ويحصل ايفابوريشن. اصعب سلايد ديت بقى ودي ماخوذه من سيستيك فيبروز. ايه اللي بيتحكم في الحته دي؟ عندنا هنا في كذا ريسبتور، ده الميكوزا بتاع الاير واي مش مهم الاسامي، دي بي 2 واي ريسبتور. الاي تي بي، الاي تي بي ده سبحان الله لما اشوف الستاتيك لانج وخدوه من بره لقوا ان نسبته بسيطه جدا مع انه فايتال البريسيل ريكويد. لما درسوا الموضوع اكتر قالوا ان الميكانيكال موفمنت اوف ذا لانج بتولد اي تي بي. لما اللانج بتتحرك في الانسبيريشن والاكسبيريشن بتولد اي تي بي. الاي تي بي ده بيعمل ستيميليشن ذا ريسبتور دي وات ايفر ذا نيم بي تي واي. الريسبتور دي بتبدا تحرك الكلورايد بره. احنا عندنا محصله نهائيه مطلوبه. ايه المحصله؟ ان الكلورايد يطلع لبره وان حركه الصوديوم تقل. ليه؟ عشان الكلورايد والصوديوم يجتمعوا مع بعض في الميوكس لاير يسحبوا ميه يعملوا ليكوفاكشن. فدي الكلورايد شانل. نورمالي الريسبتور ده ستيميليت الكلورايد يتحرك هنا والسيفتر جين برضه يحرك الكلورايد ويقلل الصوديوم. يبقى انا عايز الكلورايد يفضل لبره يتحرك يدخل من هنا لبره عشان ياخد معاه ميه والصوديوم ما يتحركش. اذا حصل ديستريبيوليشن للعمليه ديت يحصل سيستيك فايبروزس ويحصل كرونيك انفكشن. يبقى ده الريسبتور الاي تي بي بيشتغل على الكلورايد شانل وبيشتغل على الصوديوم يخلي الكلورايد يطلع لبره والصوديوم ما يدخلش، يبقى الاثنين قبل بعض. وفي نفس الوقت ادي الحاجه المشهوره جدا اللي هي سيفتر ريجوليتور، سيستيك فايبروزس ترانس ميمبرين ريجوليتور، عن طريق الاي دي بي برضه بيعمل لها ستيميليشن. المحصله النهائيه اللي احنا عشان ما نعقدش الموضوع ان انا عايز الكلورايد يتحرك من السب ميوكوزا من الابيثيليال سيلت لبره وان الصوديوم يقل والكلورايد والصوديوم يقابلوا بعض عشان يعملوا هيدريشن للاير واي سيرفيس ليكويد. ايه اللي بيحصل في السيستيك فايبروزس؟ الكلورايد ما عرفش يطلع لبره عن خلال السيستيك فايبروز ترانس ميمبرين، الصوديوم دخل لجوه ما بقاش هنا في صوديوم كلورايد ما بقاش في ميه، حصل دي هيدريشن للاير واي سيرفيس ليكويد.
هوريكم مقارنة بين النورمال ريسبيراتوري تراك، ادي النورمال ابيثيليا اللي الكلورايد طلع فيها نورمالي والصوديوم فضل بره وخدوا ميه معاهم، ادي الايرويت في سيركت لويك اللي احنا قلنا حجمه قد ايه، السول لاير حجمها 7 مايكرون نورمالي. لكن لما حصل سيستيك فايبروزيس الكلورايد ما قدرش يخرج لبره والصوديوم حصل له اكسترا ابزوربشن فحصل ديهايدريشن للايرواي سيرفيس ليكويد، ان ريسبونس حصل كرونيك انفلاميشن، فالجوبلت جلاند بتبدا تطلع سيكريشن اكتر، فيزيت سيكريشن فيش سيركل انفكشن، السيكريشن ملزق هنا، ودي هي الباثوفيسيولوجي في مشكله العينين اللي عندهم سيستيك فايبروزيس فيري فيزيت سيكريشن. نبدا بعد نتحرك على الموضوع بتاعنا، ايه هو الهايبرتونيك سلاين هيعمل ايه؟ ادي مثال لنفس الابيثيليوم، اول مثال ادي النورمال سلاين وادي الهايبرتونيك سلاين. الهايبرتونيك سلاين بيحاول بالاوزموتيك بريشر يسحب الفلويد من السب ميكوزا ويعمل هيدريشن للاير واي سيرفيس ليكويد. ادي الايزوتونيك سلاين، ادي شفنا حجم الاير في السيرفيس قد ايه، ايزوتونيك سلاين اقل. وادي الووتر، ساعات ناس بتقول للعيان حط في الجلسه ميه، في منتهى الخطوره نيفر انك تحط العيان ووتر في الجلسه او ميه، تقول له حط انبول ميه مقطره في جلسه. ليه؟ لان لما بتحط ميه ايه اللي بيحصل؟ الميه بتيجي هنا فبيحصل ابزوربشن، لان هنا في ايزوتونيك في السب ميكوزا فيحصل ابزوربشن، يحصل دي هيدريشن. قالوا ان في الازمه ات مي بي فيتال انك تستخدم ديستيلد ووتر في النيبلايزر، وده من ضمن البرونكيال تشالنج تيست، انك تعمل العيان تشالنج الاسبات البسيلان انك تعمل له انهيليشن بالنورمال ميه. فنيفر انك حضرتك تحط ووتر اطلاقا او تقول للام حط انبوله الميه دي تعملي بها الجلسه، اكيد بيفيتل لانه بيعمل سيفير برونكو كونستريكشن ثرو دي هيدريشن اوف ذا اير واي سيرفيس ليكويد. الهايبرتونيك سلاين في السيستيك فايبروزيس وفي البرونكولايتس لها فايده، وهرجع لها مع حضراتكم معايا شيء. طيب هاربر ثروت تراك في السيستيك فايبروزيس، طبعا الهايبرتونيك سلاين اصله كان في السيستيك فايبروزيس، وادي كوكرين ريفيو وقالوا ان الهيرد هايبرتونيك سلاين بيفور ذا اير واي كليرنس، كل المشكله اللي بتحصل في السيستيك فايبروزيس ان السكريشن فيري فيزيت، فانت عايز تتخلص منه ازاي؟ انك تدي العيان جلسات بهايبرتونيك سلاين فتسحب ميه من السب ميكوزا، تعمل هيدريشن، تعمل له فيديوثيرابي، وتعمل له ايه؟ Airway clearance technique. لو انت حبيت تخبط على ظهره او تعمل له فيديوثيرابي او تعمل له سكشن من غير ما تدوب الفيزيت سكريشن مش هيبقى ليه اي لازمه، يبقى لازم الاول نستخدم هايبرتونيك سلاين بفور ذا Airway clearance technique. وادي الكلينيكال براكتس جايد لاين للسيستيك فايبروزيس فاونديشن، سيفرال ستادز وقالوا ان الهايبرتونيك سلاين شود بي يوزد اون ريجولار بيزس، يعني العيان ده يوميا ياخد جلسه هايبرتونيك سلاين الصبح وبالليل ومعاها برونكو دايليتور، وبعد كده يعمل اير واي كليرنس تكنيك. طب ايه جت نفس الفكره ان نستخدم الهايبرتونيك سلاين مع السيلري ديسكاينيزيا؟ ما هو الباثولوجي يعتبر سيميلر، في السيستيك فايبروزيس السكريشن فيري فيزيت وانا بحاول اعمل له ليكوفاكشن، لكن المشكله في السيلري ديسكاينيزيا العيب مش في السكريشن، العيب في الايه؟ في الموفمنت. سيلري ديسكاينيزيا كلمه دقيقه، يعني يا سيليا بتتحرك صحيح ولكنها ديسكاينيتك، ما بتتحركش بالشكل المظبوط اللي ربنا خلقها انها تعمل ستروك وترجع تاني، لا هازر موفمنت، فبالتالي ان افكتيف فيحصل استجنيشن فيحصل انفكشن. فقالوا طب ما نعمل ريفيو ونشوف هل هي افكتيف ولا لا في السيلري ديسكاينيزيا، لانه حتى كل الناس طبعا السيليا دي ما فيش لحد دلوقتي في علاج يخلي السيليا تتحرك تاني، ولكن المتاح ان هم يستخدموا هايبرتونيك سلاين ولقوا ان كواليتي اوف لايف امبروفد ولكن الديفرنس واز نوت ستاتستيكال سيجنيفيكانت، وده الحاجه الوحيده اللي عندنا في السيليري ديسكاينيزيا ان احنا نستخدم هايبرتونيك سلاين. كانت معانا الدكتوره سيما ناصر بتقول ان هم بيستخدموا نفس البروتوكول اوف تريتمنت لعلاج السيستيك فايبروز هو اللي بيستخدموه في السيليري ديسكاينيزيا عشان هي الكرونيك انفكشن اللي موجوده. طب البرونكولايتس طبعا كلكم سمعتم ان في ناس بتستخدم الهايبرتونيك سلاين في الاكيوت برونكولايتس، وات از ذا راشونال؟ ايه الراشونال؟ البرونكولايتس ده مرض طبعا فايرال انفكشن ريسبيراتوري سينسيتيال فايروس،
الكورس بتاعه 22 يوم درسمه الديوريشن بتاع الديزيز وضع الباثوفيسيولوجي في البرودرومال ستيج اللي هم اول اربع خمس ايام الريسبيراتور سينسيتي الفيروس بيكون في الابر ايرواي وبتكون اللور ايرواي بيتنت والعين ما عندوش اي اوبستراكتيف ديزيز. وكل ما الديزيز بروجريس يبدا الريسبيراتور سينسيتي الفيروس يجي والبارا انفلونزا يدق على الريسبيراتور ويعمل بقى انفلاماتوري تشينجز، يعمل اديما في السب ميوكوزا، يعمل سلافنج للابيثيليال سيل، يعمل بيريسيك سبيوتم هنا. وقالوا انه في البرونكلايتس الفيروس بيأتاك الاي تي بي اللي احنا قلنا مهم جدا، الادرينالين ترايفوسفيت اللي هو مهم الاتاك بيأتاك الفيروس ده فبيعمل فيري سيك سكريشن. ومن هنا جت الفكره ان احنا نستخدم الهايبرتونيك سلايم في البرونكولايتس. ولكن الرسمه دي مهمه ليه؟ انك تعرف طالما العين جالك باير واي اوبستراكشن هو في المرحله دي يعني تقريبا من اليوم العاشر تفصل وتستنى منه ريسبونس كود العين البرونكولايتس يقعد لحد ثلاث اسابيع. لما يجي لك عين عنده برونكولايتس وعنده هويز يقول لك ده انا اديته علاج ما تحسنش، النورمال كورس ممكن يقعد لحد ثلاث اسابيع العيان يكح ويجي له هويز. اطول بالك معاه هو برونكولايتس بس سيفير ومحتاج وقت. طب ايه بقى الفكره استخدم هايبرتونيك سلاين ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم الريسبيراتور سيستيتر فيرس بيأتاك الاي تي بي هنا فبيوقف السايكل من اولها ما بيخليش حاجه زي السيستيك فايبروزيس بالظبط. فالكالسيوم الكلورايد ما بيطلعش والصوديوم بيدخل زياده يحصل ديهايدريشن. فمن هنا جت فكره نيبولايز هايبرتونيك سلاين فور برونكولايتس. ايه عيوب الهايبرتونيك سلاين وايه ميزاته؟ الهايبرتونيك سلاين ميزاته انه بيعمل ليكوفاكشن للسبيوتم بيعمل بيسحب فلويد من السب ميوكوزا. ولكن عيب الهايبرتونيك سلاين انه ارتد فبيعمل الريتيشن اوف ذا بيتا ريسبتور فبيعمل برونكوسبازم. ومن هنا جت فكره ان انا استخدم الهايبرتونيك سلاين في البرونكيال بروفوكيشن تيست ان اشخص الازمه. عيان عنده كرونيك كف وما بيجيلوش هويز وانا مش عارف ده كان ازمه ولا لا، طب اعمل له اريتيشن بايه؟ في الميتاكولين تشانج ومن ضمنهم الهايبرتونيك سلاين. فاذا الهايبرتونيك سلاين ليه ميزه وليه عيب. عشان كده في السيستيك فايبروزس في بعض العيانين بيجوا بيكتشر اوف هايبر اكتيف ان واي ديزيز يجي بانفكشن وتلاقي عنده ازمه لايك الهايبرتونيك سلاين. في السيستيك فايبروزس 3% 7% وناس بتستخدم 15%. لما يكون العيان السيستيك فايبروز عنده هايبر اكتيف اير واي ديزيز يفضلوا يستخدموا التركيزات الاقل اللي هي 3%. ليه؟ عشان ياخد الليكوفاكشن بتاع السبيوتم ويتجنب الاريتيشن بتاعته الهايبرتونيك سلاين. النايبلاند هايبرتونيك سلاين ايه اللي مين قال عليه؟ اكيد برونكلايتس افكتيف وسيف اند سيف تريتمنت فور انفنت ويز فايرال برونكلايتس ايفن ان مايلد كيس. يعني انت حضرتك ممكن تستخدم 3% في الجلسات وافكتيف الحقيقه. بكود ذا باثولوجي اوف برونكلايتس انفولف اير واي انفلاميشن اند ريزلتنت ميوكوس بلاجنج ات امبروف ميوكوس سيلري كلير. الايجيبشن جايد لاين اللي اجتمعت قالوا برضو ان كلينيشن مي ادمنستر نيبولايز هايبرتونيك سلاين فور انفنت ويز برونكلايتس. والامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك برضو في 2014 قالت ان احنا ممكن نستخدم هايبرتونيك سلاين في البرونكولايتس 3% مش 7%. طبعا بتستخدمه ومعاه بيتا اجونست عشان تتجنب ايه دايما هايبرتونيك سلاين في اي استخدامات سواء في السيستيك فايبروزيس في البرونكولايتس لازم احط معاه بيتا اجونست عشان ايه تو افويد ذا سايد افكت اوف برونكو كونستريكشن. سؤال is it feasible to use nebulized beta agonist in hypertonic saline for managing acute asthma؟ طب ما واحد يقول ما الازمه فيها very visit secretion اللي هو الكيرشمان سبايرال بيوكس. طب ما نستخدم هايبرتونيك سلاين في الازمه عشان ادوب السكريشن، هل ده صح ولا غلط؟ سؤال لحضراتكم، هل احط هايبرتونيك سلاين في جلسات البرونكيا الازمه ولا لا؟ بتقول ايه يا ترى؟ اتفضل حضرتك بالظبط كده. يبقى انا هنا بخاف لان العين الازمه بالذات غيره غير اي واحد تاني البيتا ريسبتور ار فيري هايبر اكتيف فعمرهم ما استخدموا البيتا اجنوس في عمرهم ما استخدموا الهايبرتونيك سلاين في علاج البرونكيا الازمه. يبقى لازم بنستريس تاني ان البرونكيا الازمه بليز يوز ايزوتونيك سلاين نيفر يوز ووتر
never use hypertonic solution for bronchial asthma. طيب السؤال اللي بعديه, is it feasible to use nebulized beta agonist in with in distilled water for managing of acute asthma? هو ده اللي قلت حضرتك عليه, ان ممنوع ان احط ميه مؤطره على الجلسات في البرونكيال ازمه, نيفر تو يوز ونيفر للام تستخدمها امبولات الميه اللي كل الناس تحطها, نيفر بليز دونت يوز ات. السؤال بقى الثالث الاصعب, عندنا البرونكلايتس دول مجموعتين اثنين, في مجموعه برونكلايتس وعندهم اتوبيك باك جراوند, يعني يقول لك ان بابا عنده ازمه, مامته عندها ازمه, والواد ده بيقول له والعيله كلها ازمتها, هي الازمه بتيجي منين؟ ما هي بدايتها من البرونكلايتس, في علاقه وثيقه من البرونكلايتس والبرونكال ازمه. وناس بيقولوا ان الناس اللي بيجي لهم سيفير برونكلايتس هم صغيرين, هم اللي بيجي لهم ازمه لما بيكبروا, وبالذات لو عندهم اتوبيك باك جراوند. فبيجي لك عيان محير, عيان تحت سنه وجاله اربعه خمسه اتاكو برونكلايتس, فايرال انفكشن ويجي له هويز, فايرال انفكشن ويجي له هويز, هتقول ده برونكلايتس ولا ازمه؟ احنا بنسميه ازمه برونديشن, يعني عيان عنده قابليه للازمه, لكن ما اقدرش احط عليه الدايجنوز ازمه. لكن حسب الجينا جايد لاين اللي جاله اكتر من اربعه اتاك في السنه, الاتاك قعد اكتر من 10 ايام, بتوين ده اتاك العين عنده كحه وصدره بيزيق, ده على طول ازمه برون وعرضه للازمه. والجينا جايد لاين قالت ان عنده شود هاف اترايل اوف انهيل ديسترويد كبروفلاكتيك تريتمنت. هيجي لنا السؤال الصعب بقى, لو جاله اكيوت برونكلايتس العيان ده اديله نيبولايزد هايبرتونيك سلاين ولا ما اديلوش؟ طب ما النيبولايزد هايبرتونيك سلاين هتعمل برونكو كونستريكشن, ولكنها مفيده في البرونكلايتس من انها بتعمل الليكوفاكشن للفيدس سكريشن. الحاجه دي كانت فكره بحث احنا طبقناه وخدنا الفكره دي وقسمنا البرونكلايتس لمجموعتين اثنين, ازمه برون ونان ازمه برون, واديناهم هايبرتونيك سلاين واديناهم ثاني هايبرتونيك سلاين طبعا ويز بيتا اجنس. لقينا ان النتيجه الحقيقه كويسه في الهايبرتونيك سلاين ايفن ان ازمه برون بيشن, especially في الأطفال أقل من سنة, لأن أقل من سنة the cause of obstruction of the airway is mainly mechanical due to visit secretion. فوق السنة ما كانش الفرق واضح, لأن فوق السنة بيبدأ الإيه البرونكو كونستريكشن يبقى فاكتور, يبقى under one year bronchitis حتى even in asthma prone safely use hypertonic saline with beta agonist as a optional treatment. وادي السلايد اللي احنا قلناها قبل كده عشان ما نطولش, بعد كده انا خلاص وقتي نيبلايز هايبرتونيك سلاين, احنا خلصنا كتريتمنت في البرونكلايتس في السيستيك فايبروزيس في السيلا ديسكاينيزيا. هنا في الدياجنوزس ايه استخدمه؟ ايه في الدياجنوز؟ عندنا حاجتين اتنين في الدياجنوستيك بيدياتيك بالمولوجي, برونكيال تشالنج تيست, عيان عنده كرونيك كاف وما هوش تيبيكال اوف ازمه. طبعا الازمه لما بتشوف العيان تيبيكال اتاكس اوف كوف وديسني وشيست ويز, تسمعه بالسماعه تلاقي ضيق, تدي له جلسه سيدرو افكت, لو عملت له جلسه لو عملت له بالمون فانكشن تيست لو كان كبير بتاكدها, لكن في الاطفال الصغارين دايما ما بنقدرش نعمل بالمون فانكشن تيست. فالدياجنوزس اوف ازما ان ذا يونج تشيلدرن از بيورلي كلينيكال دياجنوزس, انك تسمع العين هو بيزيق تدي له الجلسات يبقى ريفرسبل خلاص. ميني ديزيزز كان كوز ويز ولكنها نوت ريفرسبل, ما تبقاش ازمة, ده سيستيك فايبروز بيعمل كده. فهنا الدياجنوز بقى امتى؟ في العين التيبيكال ازما بريزنتيشن, كرونيك كاف, نايت اريتيتيف كاف, اوكيجنال هويز, انكمبليت ريفرسيبيليتي اوف ذا هويز, هو ده اللي ممكن تعمل له برونكيال تشالنج تيست. تهيئ سيدرو بالهايبرتونيك سلاين, تدي له جلسات بالهايبرتونيك سلاين, هايبرتونيك سلاين برونكشن تيست, ذيس از ريكومندد باي ذا ايزاك ستادي, انهيلد هايبرتونيك سلاين. ناس قالوا طب نستخدم هايبرتونيك سلاين ولا هايبرتونيك؟ قالوا لا ما تستخدمش هايبرتونيك سلاين لانها كود بي فيتال. هي برضه الهايبرتونيك سلاين هي الدياجنوستيك, بنعمل له تشالنج بالهايبرتونيك سلاين ونقيس له الاف اي بي 1, لو نقص اكتر من 12% يبقى عنده برونكيال ازمه. الحاجه الاخيره ان احنا نعمل سبيوتم اندكشن. ساعات يكون عندك عيان عنده كرونيك انفكشن واديته انتوبيوتيك سيستيك فايبروز او غيره, او شاكك في تي بي وما انتش عارف تشخصه, وتقول للطفل هات سبيوتم عنده اربع خمس سنين مش قادر يجيب بلغم, بنعمل له اندكشن في سبيوتم, ادي له جلسات بالهايبرتونيك سلاين. زي ما قلنا الهايبرتونيك سلاين بتعمل حاجتين اتنين, بتهيج الكحة عنده وبتسحب ميه بالسب ميكوزا فتخلي العيان يكح. فلو عايز اخد من العيان اللي عنده اللي هو بوردر لاين, طبعا العيان الكبير اللي 7 8 و10 سنين ممكن يكح بلغم,
ولكن انا مدي له جلسه بالهايبرتونيك ترين والبيتا اجوس اخليه يبلغم اقدر اخده الكالتشر سنسيتيفيتي اقدر اخده للتي بي اقدر اخده لزيل نيلسون عشان دايجنوستيك بيدياتيك بارمونولوجي اللي هي سبيوتم اندكشن. بس طبعا لما تعمل سبيوتم اندكشن لازم تبرميديكيت العيان ببيتا اجونست زي ما قلنا اخد الفايده وابعد عن السايد افكت اخد الفايده ان اخليه يجيب بلغم ابعد عن السايد افكت نديله جلسه بالايه بالبيتا اجونست عشان تعمل برونكو دايليتيشن. يبقى اخر حاجه الكونكلوجن بتاعنا الهايبرتونيك ستلاين بيستخدم كثرابيتك اشياء مين في سيستيك فايبروزس وفي البرونكلايتس وفي البلارمي سينزنس كاينيزا في الدايجنوزس برونكيال تشالنجز وسبيوتم اندكشن. اند ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا للزميل العزيز الاستاذ دكتور اسامه طه اللي دايما بيمتعنا بالبراكتيكال برزنتيشن اللي كلنا بنستفيد منها. وعند دكتور اسامه له ايادي بيضاء في وحده البلمونولوجي في جامعه زقازيق ورفيق كفاح في من زمان في قسم الاطفال. ويعني بكل الشكر على الدعم اللي بيقدمه لاسم الاطفال ووحده البلمونولوجي. Another practical presentation by أستاذ دكتور أسامة حسين استشاري طب الأطفال وحديث الولادة وأحد أعمدة طب الأطفال ببورسعيد. وللأسف يعني الظروف خارجة عن إرادته مش هيكون متواجد معنا لكن المحاضرة هتكون أونلاين إن شاء الله. وبيتكلم على important topics اللي هو the use of IVIG in neonates. ملحوظة صغيرة. شكرا أستاذ الدكتور أسامة طه للمحاضرة الجميلة الرائعة كما اعتدنا. إن شاء الله يوم 23 السيستيك فيبروزيس الدكتور أسامة هيغطينا تغطية كاملة مع الأستاذة الدكتورة دينا توفيق. فالوركشوب كانت اتعملت في جامعة الزقازيق وكانت محاضرة كان يوم جميل جدا ورائع جدا. بإذن الله يوم 23 هنغطي السيستيك فيبروزيس طبعا كما اعتدنا من أستاذنا في سيمفونية رائعة جميلة هيبقى يوم 23 بإذن الله. شكرا لأستاذنا دايما صاحب الفضل والأيادي الكريمة دايما. شكرا لمعاليك. دكتور أسامة بعد إذن حضرتك الصوت يا فندم ميوت ونفتح الكاميرا بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بشكر زملاء في جمعية الأطفال. لحظة واحدة دكتور أسامة. لحظة واحدة يا فندم. الأستاذ الدكتور أسامة حسين دايما منورنا ومشرفنا والمحاضرة النهاردة هتبقى محاضرة رائعة. دكتور أسامة اتفضل يا فندم. دكتور أسامة دعوات الشفاء حسين ابنه. دكتور أسامة اتفضل يا فندم. شكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بشكر السادة الأساتذة طبعا جمعية رعاية ودكتور هشام درويش والسادة الشيخ بيرسون اللي قدموني طبعا كلام جميل لا استحقه. بشكركم جميعا وبشكر دعواتكم. انا هتكلم النهارده عن موضوع اعتقد ان هو بيثير احيانا كثير من الجدل. التوفيق طبعا ان شاء الله في المؤتمر والساده الاساتذه العظام الحاضرين والمحاضرين. انا هتكلم عن يوز اوف انترافينوس اميونوجلوبولينز في النيونيتس. الحقيقة طبعاً موضوع الاي في اي جي هو موضوع مش جديد وكان من الخمسينيات وبيستخدم في البرايمري اميون ديفيشنسي ولكن طبعاً الفورم كان مختلف عن اللي بيستخدمها النهاردة. الاي في اي جي عبارة عن بولد اميونوجلوبولينز سبيشالي اي جي جي يعني معظمها او ما كانش كلها تقريباً اي جي جي بولد من بلازما من about 1000 دونرز.